السلام عليكم، معكم محمد إبراهيم. بناء على طلب بعض ناس كتيرة مني عايزين يرسموا جيميني. جيميني هو شخصية من فريق البي تي اس. هنتعلم ازاي بنرسمه بسهولة جدا. تعالوا نشوف نرسم جيميني ازاي بسهولة ونعمل له سكتش سريع زي ما احنا شغالين على طول. ودايما افتكر انك تعمل تدريبات زي اللي احنا هنعملها النهاردة دي عشان مستواك يتطور في الرسم. يلا نبدأ. أول حاجة في الرسمة بحاول انقل الدايرة بتاعت الوش بالقلم السنون الدرجة الخفيفة 2.0، وزي ما اتفقنا ببدأ بقلم درجته خفيفة. ليه؟ عشان لو غلطت في اي حاجة اعرف اعدلها بسهولة جدا. كل الموضوع ان انا ببص بعيني على الصورة كويس جدا وببدأ انقل اللي انا شايفه، وبحاول اخلي دايرة الوش في نص الورقة بالظبط عشان اعرف اعمل الشعر واعرف اكمل الكتف والرقبة بتاعت جيميني. ابدأ ارسم مفتاح الوجه اللي هم الحواجب والعيون. كل الفكرة اني بشتغل بعيني واركز على الصورة واجيب شكل سريع لكل حاجة في الوجه. بعد كده برجع اتقن شغلي اكتر. في حاجة مهمة عايز اقولك عليها، لو انت لسه مبتدئ اوعى تحكم على الرسمة بتاعتك في البداية، اصبر على نفسك لحد ما تخلص الرسمة وتكون فيها النسب والابعاد والتظليل. الخطين اللي بعملهم دلوقتي دول عشان اشوف حدود الانف فين من عند العين، وبرضو بكون شكل سريع للانف، يعني الانف دي هرجع اعدل عليها تاني. بشوف منتصف الفم فين وبقسمه بخط كده، وبركز على اطراف الفم اكتر واغمقها جدا. بعد كده بشتغل بعيني واشوف الاذن مكانها فين من ناحية العين واكون الشعر. كل شغلي بعيني فقط. بس نفتكر مع بعض اللي سهل عليا الرسمة كلها المرة دي، ان جبت دايرة الوش في الاول كويس جدا. بشتغل على المناطق الغامقة بالقلم الرصاص الـ 8B الاستيدلر. لما برسم الشعر بركز على اتجاهاته واشوف خصلات الشعر حركاتها عاملة ازاي وانقلها زي ما عيني شايفاها بالظبط، وبركز كمان في الشعر على مناطق الظل والنور. لو انت لسه بتبدأ في الرسم عشان ما تتلخبطش وتغلط كتير، ما تستخدمش درجات كتيرة من الرصاص في البداية عشان ما تشتتش نفسك. هما قلمين رصاص، واحد فاتح والتاني غامق زي ما انا شغال. وممكن كمان تستخدم قلم واحد درجة غامقة جدا، وشفنا ده في فيديوهات كتيرة مع بعض وازاي بنرسم بقلم واحد. في الخطوة دي بقى بشتغل على كل جزء في الوجه تاني بس بإتقان أكتر من الأول، وبركز أكتر على الأجزاء الغامقة فيه.
الشغل ده هو سكتش سريع بس عشان نشوف بنرسم الوش ازاي بسهولة جدا وبننقله ازاي ببساطة. لو انت مبتدئ مش لازم تطلع الوش صح بنسبة 100%، براحتك خالص طلع يا عم بنسبة 70-80% حلو جدا انك تطلع الوش زي الصورة، ولكن استمر في المحاولات الكتيرة ومع الوقت هتلاقي مستواك بيتطور جدا. بظل بالطرق اللي عرفناها مع بعض في كورس الاحتراف، الهاتشنج والكروس هاتشنج والسكامبل. ولو حد لسه ما سمعش كورس الاحتراف هنزله لكم في صندوق الوصف، والكورس ده مفيد جدا لانه فيه كل حاجه عن الرسم وهيأسسك صح. لما باجي اغمق منطقه في الرسمه افتكر دايما ان انا ما بدوسش على القلم عشان الورق ما يبصش مني، ولكن بكون خطوط كتيره فوق بعضها لحد ما اغمق الحته اللي انا عايزها او الجزء اللي انا عايزه. كل ما عينك تركز على الصورة صح كل ما هترسم الرسمة بسهولة جدا. وافضل ربط أجزاء الوجه ببعض، يعني الأنف مثلا مكانها فين من عند العين، الأذن مكانها فين من عند العين، ودايما افتكر إن العين هي اللي بربط بيها كل حاجة لأنها في نص الوش، هتظبط لي اللي فوق وتظبط لي اللي تحت وتظبط لي اللي على اليمين واللي على الشمال، هي السنتر بتاع الوش. جزء الحواجب والعيون والأنف هما دول سنتر الوش. مناطق الظل والنور مهمة جدا، لازم اركز عليها بعيني كويس واعملها زي ما عيني شايفاها عشان تساعدني في تجسيم الشكل ويطلع معايا مظبوط.
اي سؤال اكتبه لي في تعليق وانا هجاوبكم عليه بكل سهوله. ومحدش ينسى اللايك والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفني، وفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اول باول. لو انت لسه مبتدئ امسح واغلط كتير عشان مستواك يتطور.